لكم وللنقابة التي قامت بهذا المهرجان والذي أسمته باسم الأستاذ المرحوم عبد اللطيف البياتي. ولما أصدرت الكتاب كان قيد حياة أستاذي، إلا أن المنية أدركت، خرج الكتاب والمنية أدركت ولم نقم بأي توقيع. فلما جاء هذا المهرجان وجاء باسمه قررت أن يكون التوقيع بهذه المناسبة الكريمة. في الحقيقة هو إحساس فرح وإحساس وجع، لأن كنت أتمنى أن يكون معنا معذرة كنت أتمنى أن يشاطرني هذه الفرحة، ولكن ما أراد الله هو الذي يكون. الحمد لله على كل حال، وشكرا، جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا لموقع الدار. نحن الآن وفي هذه اللحظة المفعمة بالجمال والحزن أيضا، فهي مفعمة بجمال اللقاء مع الأصدقاء، مفعمة بحزن آخر يذكرنا بزميم أستاذنا الأستاذ عبد اللطيف البياتي الذي غاب عنا منذ سنوات، وظلت ذكراه في قلوبنا مقيمة مسترسلة. اليوم نتحدث عن هذا الفقيد ونتحدث عن آثاره الطيبة، سواء في مجال الأدب أو الفن أو الموسيقى، أو أيضا كإنسان أحبه الجميع وارتبط بالجميع وكان خير مؤنس للجميع، أحب الناس فأحبوه. وشكرا للنقابة المهنية لمبدعي الأغنية على تنظيمهم لهذا الملتقى باسم البياتي، وهو فرصة أيضا للاحتفاء بالتراث المغربي في سهرات مختلفة متنوعة تشكل محطة الدورة الثانية لمهرجان الرباط عاصمة الأنوار مدينة الفنون، اليوم مع الأندلسي، مع التراث الأندلسي، مع الملحون، ومع الشقوري، وهو تذكير بأنماط تراثية مغربية أصيلة، كما دأبت على ذلك النقابة في هذا المهرجان لدورته الأولى، حيث اهتمت بالتراث الأمازيغي باختلاف تلويناته وتنوعاته من الأطلس المتوسط إلى الأطلس الكبير إلى الريف. هذه السنة نحن مع التراث الأصيل المغربي المستمد من الحضارة العربية المختلفة. شكرا للنقابة على هذه الفرصة، وتحية للجميع، ورحم الله البياتي.
توفيق عمور نقيب ومدير المهرجان، مهرجان عاصمة الأنوار للثقافة والفنون. اليوم كنظموا الدورة الثانية لهذا المهرجان. الدورة الأولى كانت في أواخر بالضبط في نوفمبر 2019، كانت عندها تيمة أمازيغية. اليوم الدورة الثانية تأخرت بسبب الجائحة، ولكن اليوم تمكننا من إحياء هذا المهرجان من جديد وتنظموا الدورة الثانية ديالو، وعطيناها تيمة تراثية يعني فنون مغربية أصيلة، عطيناها عنوان طبوع أوزان وقوافي، روافد لأنماط موسيقية مغربية أصيلة. غادي يشارك فيها واحد المجموعة ديال واحد التنوع كبير، واحد الفسيفساء ديال الموسيقى. مثلا اليوم عندنا ليلة أندلسية، هاد الليلة الأندلسية كتشكل لنا واحد النخبة من مجموعة من الفرق الأندلسية على ربوع المملكة، من سبعة فرق برئاسة الأستاذ عبد الكريم العمارتي، هو اللي تيدير المنسق العام للفرقة، بالإضافة لسبعة رؤساء فرق كل واحد من المدينة ديالو. طبعا تتخلها كما تشوفوا اليوم، كتخلها ندوة ثقافية حول المحتفى به اللي هو السي عبد اللطيف البياتي، وبعد منها ندوة حول الطرب الأندلسي. غدا إن شاء الله اللي هو الثلاثاء 27 شتنبر غتكون ليلة ملحونية بامتياز، غنجمعوا فيها الفرق من مكناس ومن الرباط ومن سلا، كذلك غتخلها ندوة ثقافية أو علمية حول فن الملحون، غيؤطرها أساتذة ودكاترة متخصصون. اليوم الثالث وهو الليلة الختامية للمهرجان، غتكون ليلة تمثل الفن الشقوري اللي هو الفن اليهودي المغربي. غادي يكون فيه واحد مجموعة من الفنانين والمطربين اللي معروفين بهذا الفن، منهم اليهود المغاربة مثل بنحاس كوهن. غادي يكون معنا علي ساشا وهو فنان في مجال الفن الشقوري معروف على صعيد الرباط. عندنا تنسمح راه ماشي ترتيب هذا، غير كنقول الأسماء لأنه كاين اللي كيخصني نقوله قبل الآخر. عندنا سي عبد العالي غنينو وهو معروف على الصعيد المغربي منذ ستينات القرن الماضي، وهو فنان في الشقوري. وكذلك معنا الأستاذ مصطفى نجيد، كنتمنى وكذلك غادي تخللها في العشية ندوة حول الفن الشقوري. كنتمناو أن هذا المهرجان يلقى نفس الحظوة ونفس النجاح اللي لقته الدورة الأولى، وما نكونوا مع دورات أخرى بحول الله. وشكرا لقناتكم الدار، أنتم في الدار، أنتم في داركم، مرحبا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.